بحث منتدى الأعمال الأردني التشيكي بحضور وزيري الصناعة في البلدين آليات زيادة حجم التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات في الوقت الذي سجل حجم التجارة البينية مستويات ضعيفة جدا. وزير الصناعة التشيكي كشف خلال الاجتماع عن وجود عدد من الشركات والاتحادات التشيكية تتطلع لبناء مصنع لتوليد الطاقة في الأردن، مؤكدا أن الأردن يعتبر من أهم الشركاء للتشيك في الشرق الأوسط نسبة لموقعه المتميز، إضافة إلى تمتعه بطبيعة آمنة ومستقرة وسط منطقة مشتعلة بالحروب. وبين أن حكومة التشيك تتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين، خصوصا أن الاقتصاد التشيكي يتمتع بالقوة داخل الاتحاد الأوروبي بسبب العلاقات التجارية المتميزة مع ألمانيا ودول الجوار. لقد وقع الجانبان العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي كانت باكورتها في سبعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي عند انضمام جمهورية التشيك إلى الاتحاد. إلا أن بالرغم من كل هذه الاتفاقيات والعلاقات المتميزة، إلا أن حجم المبادلات التجارية والاستثمارات بين بلدينا ما زال لا يعكس طموح البلدين. فمدلات زياراتكم هذه واللقاء معنا وللمرة الثانية يجب أن تكون جسراً يتجاوز كل العقبات والتحديات لتعزيز تبادلاتنا التجارية وتطويرها لترتقي إلى طموحات القيادة السياسية في ظل توفر الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين سواء على المستويين الحكومي أو الخاص.